هند ما انت عليا حد من اخوانك شعره ولا بيك ولا حاره؟ لا عائلتك قريبه حد يا شاعر حاره؟ ولا شاعر؟ لا انا بس حاره ولا انا بس انت تلعب حاره؟ دائما تلعب حاره الله طيب عندكم محاولكم قصدي شعاركم القريب الحين حضر محاوره حضر محاورة وأنا عمري 14 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. يا شوف كوبياتك ما شاء الله عجله وذكي حلو. طيب الشعار اللي على الساحة الحين الشعار شعاركم شعار القبيلة. حد منهم يقرب لك؟ شعار المعروفين. ما عندي بعد عندك قبائل لأنهم يقولون عاد. شعار محاورة. عندك ابن طمحي. يقرب لك قريب؟ إيه. عندك ابن طمحي. من جماعتكم قريب؟ إيه. عندك العمى. عبد الله. إيه. إيه. هذا اللي يقربوا هذا باقي الشعر تعبه معروف ما يحتاج كلهم لاعبين مع الجبرتي لاعبين مع اقوى اقوى كلهم بس سبحان الله ترى احيان الزمن القديم يروح مع وقته في ملعبه ايه ماني عارف اللي سمعته انا روح مستعان خابر من زمان انا اللي عارف انه وقف هو الذيابي لا الذيابي هجومي الله يرحمه الله يطول عمره العمى هجومي يا رجال يا هجم على الشعر ود خذ الله صح ترى دي ترى حلوه في الشعر ترى من الشعراء القليلين اللي يعرفون لمنيف منقره العب شوف في احسن تدري من احسن هجومي احسن هجومي بس انه هجومي ودفاعي مع انه مو بهجومي الداف لازم ينجح معه الله الله يرحمه ويسكن الجنه بس انه رمز في المحاوره ما حد قليل اللي مثله من هو؟ حياه الزلامي الله يرحمه من؟ حياه رشيد رشيد حياه رشيد هو جبار بس لا فيه اقوى منه في المحاوره لا لا ما في هو من القمة شوف. انا اقول لك من القمة اللي ما شوف صياف اللي ما تقدر تقول اقوى منه صياف صياف ترى مو ما يعتبر اقوى منه يعني منه وحول ما تقدر ما تقيمه اقوى منه شوف ابعلمك شوف هم هذول شعراء النخبة رشيد الله يسكنها الجنة صياف صياف الحربي الله يسكنها الجنة مطلق سوار اسوار لا اسوار اسوار انا ما اشوفه بس مستور انا اشوف انه لا اقل من ذول مستوى اقل من اربعة اللي ذكرناهم يعني شيء بسيط لا مستور قوي بس الأربعة من مطلق الثبيتي رشيد الزلامي صياف الحربي من هالربع ذيك سوار الذهب لا سوار الذهب مو قوي والله انه كويس والله انه قوي 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 بس انك مو على مستوى هذا شوف 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 أعلمك وجهة نظر انا جلست مع ناس يعني سفر افضل من مستور الله يرحم مستور ها سفر افضل من مستور الله يرحم مستور وجهة نظر بس انا اعلمك اي ترى سفر افضل كل واحد ترى يمين معاه ترى اول شيء محاوره تغيرت صارت اقوى من اول المحاوره تغيرت صارت اقوى يا سلام هذا الكلام الصح في رمزيه في قال القرقح والله انا سمعت من القرقح لكن من اول لها طعم بالبساطه الله عليك وبدت المحاوره فعلا اي بدت المحاوره كانوا يستعملون المحاوره حجه ونقض حجه الحين لا صاروا يستعملونها نغني مثلا على معنى على المطبخ معنى اي معنى عاد ويضبط يزينونه ويضيفون على المعنى معنى ترى في الحين طايحين بحركه يضيفون على المعنى معنى يعني بعد ما انت معنى معنى ثاني ولا كيف؟ يعطيك معنى ودش معنى ثاني بي بس هذا اللي بيضيعك يعني هذا يسار بيضيعك انا ترى اذا بتضيع الشعر ترى اسهل شيء تجيب لي رمز يعني يمكن ما اعرفه الا انا شوف 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 أبعلمك لعب لعب صياف مع مطرق بس واقط الوالد كان على كلامك ذا ترى القرقاح قال كلام نفس كلامك قال انا من المحسوبين على الحقبه الحاضره وعاصرت الحقبه الماضيه صحيح ايه نعم. قال تراني في ناس يقولون الحقبه الاولى افضل من التاليه انا اقول عكس ذلك يقول القرقاح حتى قال اول مثل ما قلت قال عندهم حجه وعندهم دفن مو عندهم عندهم تمريره قال بس ما عندهم تمريرات عندهم ايش؟ قال اكثرها تمريرات يعني تمريره مر عليك معنا وانت احيانا داري انها كاشفه بس يعني اني مررت عليك قال وقت هذا عندهم حجه عندهم معنى عندهم تمريره عندهم الحان عندهم خصمه جمعه. عندهم شعر مباشر عندهم زي ما تقول ارتقوا بالشعر ترى حتى في الشعر بجعمون في النظم الحين افضل من قبل في ناس افكار حلوه لا شوف النظم الحين ضعيف لا رايك لا تقول لا هذا رايك لكن فعلا الشعر الان في اوجه أبعلمك ليش من الدعم اللي قاعد يجي لا صادق ومن المسابقات اللي قاعده تجي كل واحد يضطر حتى انه يبدع حتى النظم قبل ما كان في الحاجات دي شوف ترى النظم تدري شو تطوره في وقتنا الحالي تطوره الافكار اللي يجيك بفكره
اللي يجيك فكره كان لها معنى. هذا هدف، والهدف الثاني زد على انت تسمع افكار المسابقات الشعريه المليونيه. طيب. يا سلطان. طيب. شعر الرايه. طيب. المسابقات الشعريه ذي الكبيره. عطري. هذه كلها تضطرك يعني انا الحين انا وسلطان داخلين في المسابقه، انا وسلطان ومناحي وعليان ومهذل وكم من شاعر وانس كل يسقل قصيده كلني ايه ما يجيك قصيده يعني ترى ما في نقد للشعر انت اشعر وانت لا تبالي الله الله ما في حد ينقدك حتى ينقدك ما ذاك الان اول شيء تدور عن جماليه المفرده تسكر كل ندور تدور عن جماليه المفرده واذا جبت جماليه المفرده تدور على النقد فيها عشان ما ينقدها اللجنه شوف تنقيح في المفرده تقول النظم قوي في فتره حاليه وانا اقول لك لا تبع الكلام اللي انا اتصوره الجميع يعني إيه كله هو الجميع اللي انت تتصور لا كله انا كله. انا جمع اراء انا جمع راي ناس وجمع طيب احنا ما سمعنا اراهم عشان كذا تقول بنجمع اقول لك مثال شعار خلي كمل كلامه خلي كمل كلام إيه انا في بيئه شعريه نقعش كل نجيب واسمع الشعر بالحين انت سويدي الناس كلها اعطوني من 10 سنوات او 7 سنوات او 8 سنوات وجاي 35 بيت ولا 40 بيت نفس اللي كانوا يجيبونها بن زويبن الله يرحمه ابن عون الله يطول في عمره مطرب بن دحيم مطرب بن دحيم جاب مفردات جباره لا خلاص يقول جمال بندر جمال بندر جمال بندر لا تحصل لا تحصل سلطان بن بتلى بندر الدويش جابوا مفردات والله ما جابوها اللي قبل مع احترامي انت 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 انا على فكره تتكلم عن مفردات وانا اتكلم عن افكار كلها مفرده بافكار ايه هي الفكره وصناعه المفرده فيها اسمع لا بس انت تقصد من حقبه لا مثلا قول مثلا لا علمك تدري ايش الاشكاليه الحين يجيب قصيده 30 35 بيت تلقى 10 ابيات 15 بيت كلها حشو ويطلع لا 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 خليك كمل خليك كمل يا خليك كمل وانت كل يجيب انت يمكنك صح يمكن صح بس خليك يجيب تلقى لك 10 ابيات حشو والباقي ينقيها وبعض اغلب القصيده الثانيه بعد تلقاك بيت واحد زين والباقي كله هاي معه جزء من الصحه بس مين كلها تسلسل البيت هذا يا اخي بن زويبن انا اسمع انا ما اصلا القصيده النظمه الثانيه انا ما اسمع كله مو ما اسمع انا بغيت القصيده كتبت بن زويبن انا وش اللي خليني اميل مع وجهه النظر شيء بسيط اي اميل معه انا كذلك مقتنع بكلامه بس كلامه اللي على سبيل المثال هذا بن زويبن هذا سعد بن جدعان الله يرحمه ويسكن الجنه وابن عون هذا اللي انا مقتنع به سعد بن جدلان الله يرحمه مثل ما قال رجال يجيبك لو يجيبك ب 25 بيت ولا 30 بيت والله ما تسمى البيت واحد ما تقول تسمح لي اجاوبك خلاص خلنا في شعار صادق احنا نشوف شعار ابدع وابداع انا اقول يمكن انهم فاقوا اللي قبلهم بس عنده نقطه صادقه بالله اسمح لي دقيقه وش اللي بعض الابيات تحس انه يحطها كذا جماليه بيت وهي فارقه من المعنى طب خليني برد عليك في حاجه اول شيء سعد بن جدلان لا تعده لسبب صح بن جدلان حاله شاذه يعني الله يرحمه صح حاله شاذه خلاص ما تعده ما له دخل لا ولي ولا تلي صح ايه حاله شاذه دقيقه وانا اخوك دقيقه انا ما خلص سعد بن جدلان حاله شاذه تعال للثانيين يعني هذا ما له تعده صادق اما سعد انا اتفق انه ما حل لا ولي ولا تلي يعني سعد على كرسي الحاضر سعد بن جدلان شوف ما عاد هذا كله يحتفظ برايه لكن انا اقول لا تعده لانه ترى هو ما شاء الله تبارك الرحمن الله يرحمه ويسكن الجنة أمي لا يقرأ ولا يكتب على فكرة بس صح لك المعلومة هذه يقرأ من تالي عرفنا أنه ما هو أمي أنه يقرأ ويكتب يقول مطلع بعد يقرأ ويكتب لكن اطلاعه بسيط يعني ما هو أنا سمعت ذي رجال ويجيب المفردات هذه ها؟ لا أنت تدري أنه يقرأ أنا سمعت ذي رجال سمعت ذي رجال من الجماعة قال يقرأ ويكتب وحتى يقرأ كتب وقال يعرف أنا بيروح إن شاء الله قالها عليان مش وين هو انطريت انه شعر المحاورة الوقت الحالي اقوى من شعر النظم مراحل انا اشوف كذلك شعر النظم حاليا يفوق مراحل اسمح لي شعراء السابقين لكن عموم الناس دائما ينظرون يقول في مقولة والله ظاهر من علي بن طالب يقول لا تتخذوا من الاحياء قدوة لان لا يؤمن الفتنة او قد لا يؤمن الفتنة حتى يموت اي من اقتدى في مقدمه ايوه عرفت فدائما الناس جبلوا الناس يمدحون الشخص اللي هذا متكامل التجربه اللي يتوفى دائما حي يكون فيه عرفت انا اللي اشوف في الوقت الحالي من حيث الافكار والتراكيب ابداع منقطع النظير صدق بالله لو بغيت اسالك سؤال انت ولا عليان ولا من الموجودين ممكن لو احنا كشعراء
نصير على جنب ونسمع مثل مذوقين الشعر اللي ينظرون مثل ما غير ما ننظر احنا. يا سلام بالله كم تقدر تقول لي قصيده قبل حاليا؟ يبدا بيا راس بلي، عديت راس مرقاط البارحه ما عدها قبول. زين خلاص خلاص انا اقدر اقول لك اكثر من 1500 قصيده عرفت، او 1500 شاعر يا وجودي يبدا يا وجودي صدق الله صدق ونيت ما ادري ما نمت ضيقت العصر يا اخوي ضيقت العصر ضاقت منكم الدرجه هالحين هالحين يجيب لك ضيقت العصر يجيب لك ضيقت العصر لكن بطريقه ثانيه وانا اقدر اعطيك الدليل. يا سلام اسمح لي يعني مثلا بجيك فكره من هنا يا راتب اللي ما ادري يا راكب اللي مثل عندك نجم الاسلمي نجم جزاع الاسلمي نجم حامل بيرق شعر المليون قال يا راس بلي الله على اللي شوف رجع بهم رجع ريوس هم كلهم بدوا من راك بلي لا هو رجع ريوس اخذ خطوه خطوه استباقيه قال الله على اللي لو معي قيمتي قلت في مطلع الابيات يا راس بلي. يا جماعه انا على طاري كلامك اسمع اسمع مني اسمع مني تفضل افكار ثانيه اقدر اجيبها لك بالسابق وبالحالي كم مرة سمعت شاعر قال يا عين الظبي يا عين الغزال يا عين صح؟ ايش قال فيصل السبيعي من الشباب شباب من الشباب الحاليين قال والله لعين المها ولا ظبي ولا ظبي والله لعين الصقر ولا ظبي البراح ما يشبه العينك الا عينك الثانية. والله انت تشوف الابداع عشان كذا تدري ايش كنت اقول انا كلمة يا راكبلي وذي هذه كلها انا اشوف انها خطر ما الحين من تالي ما يقربها الا شخص قوي عشان يوظفها بشيء. عناد الشيباني عناد الشيباني كم مرة سمعته انت الله عليه اسمع اسمح لي كم مرة سمعته حما التوالي لكن حدا العتبان مشارك كان والله انه ما ادري بمرقيب لا ما اتوقع مريب اتوقع انها بالصياد وكذا قال هذا مو حما هذا حما هذا حمايه حمايه الاوائل. شوف شوف نقيض الفكره شفت شلون دخل نقيض الفكره قبل حمايه التوالي لكن هذا حمايه الاوائل يعني اخذ رقم الاول يا رجل يا رجل يا رجل ابداع ابداع اما التطوير عز الله مطوره وان هذه اللي تحسب يجيب الواحد شيء مو مسبوق عليه مثلا على سبيل المثال ورقه والدك من محمد الفطيش شارك في شعر المليون شوف شلون يحط القصيده يحطها مطيه من اول ما يحطونها قال في شاعر المليون للشعر مضمار يعني له سباق والسابقة في الشوط تظهر بيدها أنا محضر بنت سوقان الأفكار يعني محضر لي قصيدة على أساس أنه محضر لي مطية أنا محضر بنت سوقان الأفكار من حبها عندي تفحم وحدها ونجارها الله ونجارها الله من صوادي في الأقدار جاءتك وجاك الجيش كله بعدها القصيدة الثانية يجي وراها شوف شوف لا أنت فكر عندك تكملة أكملها كملها لا أنا عندك أكملها كملها عادي ما هي مشكلة شوف يوم كمل ويوصف حال القصيدة يوم ضعف الشعر على ما يقولون عرفت قال وصاحت شوف يقول صاحت هو قاعد يشوف القصيدة ناس يحسبونها أما يقول صاحت بعد ما شافت سترها طار حق الساحة ووقف يقصد على الساحة الشريف القصيدة من الساحة الشريف قاروا على الساحة أوكاد وبدأ كيف جسدها قاروا على الساحة قصيدين الأعمار وقاروا على الساحة وعروا جسدها شوف خذوها انهبوها كانوا سارقينها ايوه صح صاحت بعد ما شافت سترها طار ووقف ولد زايد محمد سعدها قال بشريبة ستر وبرد الثار وضف عليها سترها ما نشدها واستلف سيف بالمواجيب بتار وضفها ورد قلب العالم على مقدها شوف 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 الشعر تتطور المقصد طيب وشو المقصد ان الان الشعر في اوجه الشعر الان اقوى من السابق صح من اول التقاليد حاجات الدعم الدعم الان جاي للشعر والشعراء جاي لهم دعم سخي ترى يا ناس هو صح أقوى من لكن كشعر كلهم فيهم الخير والبركة حاليين شعار مبدعين ما في شك لكن لو ترجع للشعراء قبل يا أخي جابوا قصيد ما حد يجيب عندك ابن زويبن احنا ما ننكر قوتهم دقيقة احنا ما ننافي لكن مثل ما احنا ما ننافي خليك كمل كلامي دقيقة بالله عطى فرصة يا أخي ابن زويبن روح قصيدة تلقى القصيدة 60 بيت كل بيت يجر البيت اللي بعده يا سلام صح ولا لا؟ طيب تسلسل لكن في شعار الحين يجيب القصيدة زي ما قال عليان أولا ما تطلع بالقصيدة إلا ببيت ولا ببيتين بيتين مبدع فيها هذا ما تسمي شاعر مبدع في البيتين لكن القصيدة كلها ما هو بشاعر لا شاعر لا شاعر يا اخي كمل يا اخي صورك طيب عجيز يا اخي صعب يا اخي يا اخي بزويبي يصب معك تقول همال يا
يرش على رش تقول ما يتعب عليها يوم تقراها سهله تنفذ على طول. طيب بقول لك شيء اللي قبل حنا ما نقول فيهم شيء شعار قويين جبال الله يرحمهم والحي منهم الله يطول في عمره لكن الصور الجمالية اختلفت يعني ممكن هذول القديمين لو كانوا مثلا في وقتنا الحالي يعني عاصروه وعاشوا فيه زي ما وقتنا ذا فمو صح ممكن يجيبون شيء أقوى صح. ما أقول لك أن حنا نشوف أن الشعار نفسهم أفضل لكن الآن القصيدة التالية اللي نسمع من الشعار القويين الجديدين الله أفضل من اللي قبل الصراحة ياسر التويجري تقريب وجهات النظر من بعض. الشعر الأول مثل ما قال عليان فيه قوة تراكيب الله. فيه قوة تراكيب وحكمة وفيه تسلسل وفيه أني تحصل واحد يتعب على البيت الأول البيت الثاني البيت الثالث ما يجيب شيء أني تحس كل بيت يمكن تمر تجربة كاملة سنين والبيت ذا ما يروح فعلا الموجود الوقت التالي أول شيء صار الشعر يستهلك بشكل واجد إلى كثرة والشعار ايه الناس كل يشعر وكل حطرة الشعر صح تعين أفكاره وتعين إلى ثعب الشعر على قصيدته تعين افكار وتعين مواهب وتعين ابداع مو انت تقول كل اللي يحط نفسه شاعر لا الشاعر شاعر انا قصدي يعني بكثره الشعراء يعني كثره ضعف الشعر هو يقول بن فطيس من كثره الشعار ماني ابه بقول واللجنه تقيم قولي ومن كثره الشعار ماني ابه تدري ايش اشكاليه الحين ما في شاعر يجي نقدر ثلاثه اربع خمس شعار لكن يطلع لك شاعر في السنه يجيب له ثلاث قصائد اربع قصائد زانه قصيد ثم يختفي يا اخوي الاسلمي قبل شوي تطرق لمن جمال بندر جبار ما شاء الله جمال عليك. شاعر قوي بس انا التكلف الزايد ما احب تكلف زايد في تكلف حتى اللي يستمع قصيده تحس انه يراوغك ايش يقول مطرب من يخبر انسان قلبه يكمل عاشق يتكلف هو يشوف ان المحبه رياح ولا معه من قلوب مهجر عاته الحنين من يقول ما هو بقلب ادمي من يقول ما تحمل غياب انا عجبني مطلع فكره يقول تعال انا كش جمال بندر عدنا وفي قصيدته اللي في لندن شو اسمها انا صاير انسى قبل ما يدخل يعني بقولها كم هل هي من الأولى من شوفوا أنتوا قيموها هي من حق الأولى يقول هيفت شمس العصر والصبر قلق المن هذه بعلمكم هيفت شمس العصر والصبر قلق من ضمير قام بالصبر يتقوى فاقد اللي درع وحزام معلق قل جنسه في عيال آدم حواء إيش الأخير فاقد اللي درع وحزام معلق قل جنسه في عيال آدم حواء كل جنس قل جنس قل قل جنسه قل جنسه في عيال آدم حواء تعالي طيب يشارك معنا فيها ها خلي بس الصدى يجي كنترول اعطوا صدى انت تقول لي بيشارك ولا مختار حد ها لا كله طيب هذا ترى شعره صغير سن توفى الله يرحمه من هو شفيع القصير من الجماعة شفيع القصير الله يرحمه من الجماعة لا هو ما له لا هو صغير سن ما عمره خضار 25 سنة بس بيتين هذه ما لها يمكن أنت معلمهم قبل 5 سنين ولا لأنه مات واحد من ربعه غالي عليه قال أبو شوف التركيبة هيفت شمس العصر والصبر من ضميري قلق الضمير قلق الصبر من ضميري معي فاقد لي درع وحزام منك قل سن سوي خلي طيب بجيكم استريح بالله يطالبونه حتى لا كنترول ما تخاف لا ليش هذا شلون صدق ما نسمعك كذا صافي سلاح يبي كل شيء ايوه كنترول لا يا عيال عندنا فقره من شروط العذر فيها ممنوع اللي ماهد يرى يده من شروطها العذر فيها